يوتيوب المجد للأطفال، اشترك الآن. ده انا تهد حيلي في الكنس والمسح. انا وسعيد غسلنا كمية هدوم تكفي شارع بحاله. يا رب يا رب خلصنا من الهم ده. يا رب خلي بابا يعرف مكاني ويجي ياخدني. ايه ده يا سعيد، انت عندك ام واب؟ ايوه، بس ما اعرفش هما فين دلوقتي. سابوني لوحدي يا سليم، سابوني بسبب العند والمشاكل اللي كانت دايما ما بينهم. ابويا ده كان حد طيب جدا. ولما هو حنين سابك ليه؟ انا ما بحبش اتكلم في المواضيع دلوقتي يا سليم عشان انا بتعب. براحتك يا سعيد، بس لما تعوز تحكي اي حاجه مضايقاك مش هتلاقي حد يسمعك او يفهمك غيرنا. عموما خلاص فك بقى، خلاص ما تزعلش، فك. طب انت عندك ام واب؟ انا بقى ما اعرفش هما فين، ما اعرفش عايشين ولا ميتين. انا نفسي ما اعرفش انا مين. انت سليم؟ لا بجد، انا اول ما وعيت على الدنيا لقيت نفسي في بيت واحد ميكانيكي اسمه شحاتة، قال لي ان هم لقوني في مدخل عمارة. وما عشتش معاهم ليه؟ مراته ما كانتش بتخلف، فعشان كده قرر انه يربيني. ولما ربنا كرمه وخلف نسيني ومعاملته اتغيرت، بقى يعاملني وحش وينزلني كل يوم الورشة اشتغل شغل تقيل، وبقيت اتعب قوي. ده لدرجة انه طردني بره البيت وخلاني انام في الورشة. سمعته قبل كده بيقول لمراته ان هو مش عايزني اتربى مع ابنه عشان انا لقيت زي ما هو قال. صعبت عليا نفسي قوي، عشان كده قررت اني امشي واسيبه. حاولت حتى برضه ارتاح من شغل الورشة اللي هد حيلي. طب وبعد كده رحت فين؟ ساعتها فضلت ماشي في الشارع، مكنتش عارف اروح فين بجد. يعني كان يوم صعب قوي يا جماعه، يوم كامل ماشي على رجلي من غير اكل ولا شرب، والليل جه ما بقتش عارف اعمل ايه. جعان؟ استناني ثانيه واحده هجيب لك احلى سندوتشات. اتفضل يا عم كل وادعيلي، واي وقت بعد كده تحس في انك جعان تعالى لي. بس انا مش معايا فلوس يا حبيبي. هو حد قال لك هات فلوس؟ الحمد لله خير ربنا كتير والرزق واسع. فجأة الشارع فدي وبقيت لوحدي ونمت على الرصيف. نمت شوية ولما فتحت عيني لقيت طفلين واقفين قدامي. اللي جابك هنا دي منطقتك، مفيش حد في حته تانيه. انا مش شحات. طب يلا اسرح من هنا. قررت اشتغل معاهم وفعلا انضمت ليهم، وبقينا نشحت طول اليوم ونيجي بالليل ونقسم الفلوس. حاولت يعني اجيب حتى حق اللقم، وكنا بننام في مراكب مهجوره على النيل، ومره تحت الكوبري مرة على الرصيف، يعني لحد ما زهقت من شغل الشحاتة ده. ولما عرفوا اني هسيبهم طردوني من وسطيهم.
فضلت يوميها ماشي مش عارف اروح فين لحد ما لقيت مكتبه مقفوله. نمت قدامها لحد الصبح. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخلق انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار. انت يا ابني قوم يا حبيبي قوم. انت اسمك ايه؟ سليم. طب ونايم كده ليه يا سليم في الشارع؟ انت تايه ولا ما عندكش يعني تايه من ابوك؟ ماليش مكان. لا لا الا الله. طب انت ابوك اسمه ايه؟ ما اعرفش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب قوم قوم يا حبيبي قوم يا ابني قوم يا سليم. ما تخافش ما تخافش تعال اهو تعال حتى اسمك حلو يعني يا سليم تعال ادخل يا ابني ادخل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اقعد اقعد يا سليم اقعد. يا مرحب يا ابني مرحب اقعد يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طه؟ الحمد لله يا حاج بخير الحمد لله. أهلا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. معلش يا حاج تأخرت عليك شوية. يلا هي عادتك ولا هتشتريها يا طه. المهم دلوقتي بقى تلحق وتجيب لنا بقى الفطار الجميل الحلو ده عشان نفطر أنا وأنت وسليم. أيوه هنفطر أنا وأنت وسليم صح كده؟ يلا بسرعة. طب أنا وأنت وعرفناها، مين سليم؟ سليم ده سليم. ضيف عندنا النهاردة. ضيف عندنا النهاردة. النهاردة بس ولا كل يوم؟ وما يستجد من اعمال يا طه مش هتفرق معاك. معلش يا حاج استحملني. ما حاضر انا مستحمل. انا بحب افهم. لا انا عارف ولما طه. بفهم بتعامل على طول. اتفضل يا طه. معلش يا حاج. يلا هات لنا الفطار. هتفطر فول وطعميه ولا فول وطعميه وبطاطس؟ فول وطعميه وبطاطس وهات بيض عشان خاطر سليم. واجيب بيض علشان خاطر سليم. ايوه كده يا حاج نبقى فاهمين احنا رايحين فين وجايين منين. ما انا عارف انك بتحب تفهم يا طه. يا ريت يعني. يلا بيض مسلوق ولا بيض مقلي؟ هات مسلوق يا طه. اجيب مسلوق. هات مسلوق. امشي بقى. يلا بقى يلا امشي بقى غور اجري. اجري ولا امشي؟ وبعدين معاك هتيجي كده ولا هتيجي كده؟ صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا يحيى. ازيك يا حامل؟ ده يحيى ابني يا سليم. ده سليم سلم عليه. ايوه مين ده؟ سليم ده ضيف عندنا يعني لقيته الصبح نايم قدام باب المحل يعني فقلت اقعد معانا شويه يعني كده يعني. انا ما اقدر شعورك يا حاج بس ما ينفعش اقعد بمنظره ده قدام الزباين.